بالفعل هذا المكان يلي بيحتوينا لـ 8-9 ساعات بالنهار، ومرات ممكن نقضي فيه 10 ساعات، ممكن أن يسبب لنا كثير من المشاكل النفسية، خاصة إذا لم تتوفر بيئة مناسبة للعمل. وبيئة العمل المناسبة اليوم هي محط أنظار ومحط أبحاث كثيرة، لأنه اليوم تبين أنه هالعمل على قد ما ممكن يكون عم بيسبب لي متعة بالحياة، عم يعطيني لذة بالعمل، عم يعطيني دافع للاستمرار بالحياة، أيضا ممكن يكون مكان للأحباط، وبالتالي هذا الأحباط يترجم على الأرض أيضا بقلة قدرة على العمل، بقلة التركيز، وبالتالي كمان بقلة إنتاجية. مما لا شك فيه أنه اليوم الأبحاث كثيرة تدور حول الإرهاق النفسي، تدور حول كثير من الأمراض يلي لها علاقة، ذكرت بعض المهن مثل الأطباء والصحافة والمحاماة، لأنه بها المهن بالذات هناك في تعاطف مع الأشخاص، لأنه الأشخاص يلي منتعاطى معهم والحالات يلي مننقل أخبارهم أو منتعاطى معهم بالمستشفى هن حالات بيعانوا أيضا من وجع أو مرض أو تروما أو أزمة أو صدمة نفسية، وبالتالي هناك ما يعرف بالتعب من خلال التعاطف النفسي مع مثل هالحالات. أما بالمهن الثانية اللي فيها أرقام وفيها مال، فهناك أيضا قلق، لأنه ما بتعرفوا أنه هيدي المهن هي منا ثابتة، وبالتالي هناك دايما تغيرات، والتغيرات تطفي كتير من القلق على يلي عم بيتابعوها، لأنه بتعرفوا نحن اليوم يعني فكرة أنه الاقتصاد ممكن أن ينهار أو أن يتغير بيسبب لنا قلق، وبالتالي هناك أيضا قلق قد يؤدي أيضا إلى نوع من البيرن أوت، هذا الاحتراق النفسي اللي هو كمان اليوم من الأمراض الشائعة كثيرا، وبالتالي يجب التعاطي معها بحكمة وبحذر.